يعني تمنع بعض القوى عن الحوار هو اللي دفع الرئيس بري بإلغائه حاليا. هو بلغ الرئيس بري لم يلغي الحوار، يعني شو حتى نكون بالضبط؟ دقيقين، يعني الرئيس بري أسف على عدم التلقي وتلقف هذه المبادرة الحوارية الإنقاذية كما وصفها، ووجه سؤال إلى من يعنيهم الأمر أنه إذا رفضتم هذه المبادرة الإنقاذية المصيرية من تاريخ لبنان ومن مصير لبنان ومستقبل أبنائه، ما البديل عندكم؟ يعني ما هو البديل؟ ما البديل عن الحوار؟ نحن كان الحديث، أول مبادرة أطلقها الرئيس بري الحوارية أنه دعا للحوار، ولكن بدأ إطلاق النار والسهام على هذه المبادرة الأولى قبل هذه الأخيرة. أتت هذه المبادرة لتبدد كل الهواجس عند جميع الأفرقاء اللبنانيين، بحيث ضبط الرئيس بري من خلال مبادرته المعيار الزمني لهذه المبادرة، أن اعتبرها مبادرة تستمر لمدة 7 أيام فقط ولا تتجاوز 7 أيام. فإذا وصلنا إلى حل كان به، وإن لم نصل إلى حل فلنذهب بعد الانتهاء من هذا الحوار في حال عدم الوصول إلى حل بأكثر من مرشح إلى مجلس النواب بجلسات متتالية ومفتوحة. واختصر الكلام بكلمة واحدة، وأنا أستغرب هون من خلال محطتك الكريمة أنه اليوم ليش كل هذا الصراخ وكل هذا التشكيك وكل هذا إن صح التعبير اللئواس على هذه المبادرة، عندما قال الرئيس بري بمبادرته أنها نبقى في مجلس النواب حتى يخرج من خلال جلسات متتالية ومفتوحة حتى يخرج الدخان الأبيض من الدخان الأسود. هذا يعني بوجدان إخواننا المسيحيين أن الفاتيكان عندما يريد أن ينتخب بابا روما يبقى بجلسات متتالية ومفتوحة حتى ينتخب البابا ويخرج الدخان الأبيض من الدخان الأسود الذي يكون الجميع بانتظاره. الرئيس بري قال سابقا إذا ما لقينا توافق بعد يومين من حوار ال7 أيام منروح مباشرة على الدورات المفتوحة. رجع امبارح قال أي جلسة مش مسبوقة بحوار ما فيها جدوى. هون بنفهم من الرئيس بري أنه حاليا ما حيدعي لأي جلسة قبل ما يتم الحوار. أستاذنا العزيز، ليه نحن ما نتخبى وراء أصبعنا؟ وليه ما بكون عندنا الجرأة الكاملة حفاظا على لبنان وعلى مستقبل أبنائه وعلى المصلحة العليا في لبنان؟ وبنعترف كلنا عجزنا في ظل تركيبة الكتل البرلمانية في مجلس النواب عن إيصال رئيس جمهورية بلعبة الأرقام. وخير دليل على هالشيء جلسة 14 الشهر، الجلسة 12 لانتخاب رئيس الجمهورية. ما بدي احكي الفريق الآخر، بدي أقول كل الأفرقاء بما فيهم نحن حشدوا لإثبات حضورهم من خلال لعبة الأرقام، وأظهرت الأرقام 51 لمرشحنا و 59 لمرشحهم. طيب، أنه بالتالي لعبة الأرقام أثبتت عدم قدرتنا كأفرقاء لبنانيين في ظل الظروف الحالية أن نصل برئيس جمهورية لفريق على حساب الفريق الآخر. يا أخي إذا وصلنا لحوار لنتيجة كتير منيح، ما وصلنا لنتيجة نحن وياك، نحن سباقين قدامك على مجلس النواب، وليأتي المرشح اللي هو بدك إياه أو اللي أنا بدي إياه أو أي مرشح آخر. رأيك بدأ أمريكا تعمل تسوية، بتعطينا سليمان فرنجية من هون، بتفك الحصار من هون، بالمقابل الحزب بيعطي ضمانة مع ترسيم الحدود البرية. هلأ الحدود البرية نحن عندنا تحفظات يمكن 12 أو 13 تحفظ، بالإضافة لكفر شوبة وتلال كفر شوبة ومزارع شبعة، يعني في تحفظات كتير للبنان. إذا كان هذا المسعى الأمريكاني أسوة بالمسعى اللي صار على الحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بالبحر للبنان، هذا أمر أنا أعتقد قد يكون منفصل عن مسألة استحقاق الرئاسة. بكل الحالات أنا ما عندي أي تفصيل على هذا التساؤل اللي عم تطرحه، وإن كان هو تساؤل جدي لكن أنا ما عندي أي تفصيل عليه. رئيس بري امبارح قال مرشحنا هو سليمان فرنجية، رجع وأكد، بس قال ما عندنا بلان بي لحد الآن. كلمة لحد الآن فينا نفهم منها أنه الثنائي ممكن لبعدين يتراجع عن دعم سليمان فرنجية، أو سليمان فرنجية بنفسه ينسحب؟ أنا اللي بدي أقول لك، يا نحن بالأمس واليوم وغدا مرشحنا سليمان فرنجية، واللي بدي أقوله أكثر أنه كمان سليمان فرنجية لن يقبل أن يكون مرشح تحدي، ونحن مش متخبين وراء أصبعنا، نحن عم ندعي الجميع تفضلوا نقعد على الطاولة نتحاور، نقنعكم كثير منيح، بتقنعونا ما في عندنا مشكل، ما قدرنا نقنعكم وما قدرتوا تقنعونا، فلنذهب جميعا إلى مجلس النواب وكل واحد بمرشحه وليأتي رئيسا من يأتي.